الأغذية يجب على الإنسان أن يعلم مضار الزيادة منها. ومن الأغذية إذا نقصت يصبح عند الإنسان خلل، فالإنسان عندما ينظر نظرة عامة في الأغذية يعلم أن من المواد زيادتها ماذا يترتب عليه. إذا أكلت من الأملاح كثيراً، إذا أكلت من السكريات كثيراً، إذا أكلت من البروتينات كثيراً، إذا أكلت من الكربوهيدرات الأغذية النشوية كثيراً، إذا نقصت عندي الأملاح، نقصت عندي المعادن، نقص عندي الفلس، نقص عندي السكر، نقص عندي الملح، ماذا يترتب؟ ففهم ماذا يترتب على نقص بعض الأغذية. هناك أغذية قلت سابقا أنها حاجية، يعني الإنسان لو في طول حياته ما أكلها لا يترتب على فقدها ولا على وجودها شيء، لكن من الأغذية ما يترتب على زيادتها مضار ويترتب أيضا على نقصها مضار. يقول معه مثلا فلان نقص كلس، معه نقص يعني فيتامينات، معه نقص في الأملاح والمعادن وإلى ما يتبع ذلك.